عبر الهاتف علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك علي معنا في 19. ما الذي يجري في تل أبيب أمام بيت نتنياهو لو تضعنا في الصورة أكثر؟ الذي يجري في تل أبيب وليس أمام بيت نتنياهو أن عائلات الأسرى وأنصارها، آلاف من المحتجين أغلقوا شوارع رئيسية في تل أبيب. الشرطة أعلنت أن هذه التظاهرة هي غير شرعية وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين. هذه التظاهرة في تل أبيب جرت بالتوازي مع أخرى أقيمت في القدس، وقبالة ديوان رئيس الدولة الإسرائيلي هيرتسوغ طالبت بالإفراج عن المخطوفين وبإقالة حكومة بنيامين نتنياهو. اللافت في هتافات والشعارات التي رفعها عائلات المخطوفين هي مطالبة بنيامين نتنياهو وقف تحريض الشارع الإسرائيلي، وقف تحريض أنصاره ضدهم. هم يقولون أن هناك حملة إعلامية ممنهجة ضد العائلات المخطوفين، حملة تصف عائلات المخطوفين بأنهم يطعنون الأمن الإسرائيلي وأنهم يفكرون فقط بمصالح المخطوفين والرهائن وليس بمصلحة الأمن الإسرائيلي. هم يسمعون كلام بنيامين نتنياهو الذي صعد لهجته وانتقل من الحديث عن حسم المعركة ضد حماس إلى انتصار مطلق ضد حماس، ولا أحد هنا في إسرائيل يفهم ما معنى الانتصار المطلق. وكل هذا من وجهة نظر العائلات هو يعني وصفة لاستمرار المماطلة بحجة استمرار الحرب ووضع ملف الرهائن على الرف لاعتبارات سياسية. نشهد أن عائلات الأسرى وبعد أسابيع من إعطاء الحكومة مهلة إجراء المفاوضات تشعر أن لا رغبة حقيقية لدى بنيامين نتنياهو بإتمام صفقة. ومن بين الشعارات والهتافات طلب بنيامين نتنياهو اختار المخطوفين ولا تختار بن غفير، أي اختار يعني سلامة المواطنين الإسرائيليين ولا تختار سلامة ائتلافك وحكومتك. طيب. ما الذي في لهجة ما الذي ينوي أو تنوي عائلات الأسرى فعله بعد هذه الاحتجاجات؟ هل هناك تصعيد أكبر ينوون القيام به، حركات أخرى كربما انضراب أو شيء من هذا القبيل؟ وما أيضا نطاق هذه التحركات في إسرائيل؟ يعني اليوم في عدة محاور شارك آلاف من الإسرائيليين في كل نقطة ونقطة من التظاهرات ضد الحكومة، ضد سياساتها في ملف الرهائن والمخطوفين. واللافت أن الحراك الاحتجاجي الذي نشط وبقوة منذ إعلان حكومة بنيامين نتنياهو العام الماضي في قانون ثاني من العام الماضي عن خطة الإصلاح القضائية ونشطت وبقوة، نشط وبقوة هذا الحراك الاحتجاجي، أعلن أن السبت القادم هو سيعود للاحتجاجات. بمعنى أن مسألة الوحدة التي حاول السياسيون الإسرائيليون أن يقولوا للحركات الاحتجاجية ضعوا احتجاجاتكم جانبا لأننا الآن بحاجة إلى الوحدة، على ما يبدو فهم قادة الحراك الاحتجاجي أن بنيامين نتنياهو يستغل. أشكرك جزيل الشكر، سنعود إليك في حال أي تطورات أخرى من تل أبيب. علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.